مرحبا جميعا، أتمنى أنكم تكونون بخير. اليوم عندنا ميك اب كلاسيكي سموكي، إن شاء الله يعجبكم. وخلونا ندخل على الدرس الحين. أول شيء راح أستخدم هذا المنتج من بلامبيت. طبعا هذا يعطي نفخة للشفايف، بس كتحذيريا هو حار حار حار. بعدين راح استخدم اليونيكورن اساس من فارسالي عشان يعطي الوجه النضارة. وبعدين راح استخدم السلكي موسترايزر من توتشا. طبعا هذا الشيء عجيب، يخلي البشرة كذا ندية. راح استخدم شو يسمونه هذا من نيفيا حقي تحت العين. وراح استخدم كوركتر برتقالي من LA Girl. راح اوزع المناطق اللي عندي فيها تصبغات عشان اوحد لونها مع توزيع الفونديشن عشان ما اقلب على رمادي بعدين. الحين راح استخدم فونديشن من بسام فتوح رقم 4. راح اوزع بهذه الفرشة من سيفورا، راح اوزع بشكل كامل على وجهي. طبعا ما ننسى منطقة الرقبة وال يعني تحت الرقبة كذي. وبعدين قد ما نقدر نوزع بطريقة التابينج زي ما انتو شايفين، بس عشان شوي الفيديو سريع فتحسون ان انا قد امسحها كذا. الحين اسوي له تابينج بالبيوتي بلندر، اي بيوتي بلندر موجودة عندكم، عشان اخلي يكون متساوي وما ننسى بين الخشم. راح استخدم هذا الفونديشن وكونسيلر في نفس الوقت من كيكو. راح اوزعه، هو لونه على اصفر فتغطيتها جدا حلوة، فراح استخدمه ككونسيلر اغطي فيه الاماكن اللي كانت موجودة فيها اللون برتقالي. وراح اوزع بالبيوتي بلندر زي ما انتو شايفين. الحين راح استخدم هذا الباليت الكونتور من واو، وراح احط عليه قطرة الزيت من فارسالي اللي هو الكاميليا بيوتي اويل. وراح اوزع بفرشة ماك دايركت على طول، راح اخلط اللونين على طول وراح اوزعهم دايركت على وجهي زي ما انتو شايفين. طبعا اخذوا راحتكم بالدمج، انا مسرع الفيديو وقصقصة في اشياء، فانا اخذت راحتي جدا وانا اسوي توزيع الكونتور. وبعدين ودمج. بعدين راح استخدم بلاشر ستيك من شارلوت توربري، دائما اسمها صعب، وراح اوزع بنفس الفرشه. بعدين راح اخذ البيوتي بلندر راح اخذ كونسيلر من بسام فتوح لايت، راح اوزعه عشان افتح او انور المنطقه اللي موجوده اللي حاطين عليها كونسيلر، وراح اوزعها بالبيوتي بلندر. وسوري ترى واجد صاير اضيع لما اشوف الفيديو، شوي اضيع، معليش اسمحوا لي، بس ان شاء الله يكون الدرس هذا يعجبكم. الحين زي ما انتم شايفين تابينج 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 طول الوقت. الحين راح اخذ هذه البودره اللوز بودر من كاريولاين رقمها TL11، راح اوزعها بفرشه كبيره تحت عيني. بشكل عام راح اوزعها على كل وجهي عشان اطفي الاضاءة اللي صارت موجودة واثبت فيها الفونديشن والكونتور والهايلايت. الحين راح اخذ هذا الباليت من كاريولاين وراح اخلط اللونين وراح ابتدي اوزعهم على عيني عشان اسوي كبرايمر لعيني ومنها تنظيف للحاجب زي ما انتم شايفين. طبعا اطبطبه بالبيوتي بلندر عشان اسويه، وعلى طول بعدها اثبته باللوس باودر عشان لما احط الاي شادو ما يصير زي البقعة مكان يعني باودر دايركت على كريمي بلون يطلع مرة محلو. الحين راح اخذ باليت انستازيا بريزم الجديد، هذا نزلته حق الهوليداي. راح اخذ اللون اللي انا اشرت عليه، طبعا طفني. وراح ابتدي اوزع على كسرة العين زي ما انتو شايفين. طبعا احطوا شوية شوية، مش بالضرورة تحطوا من البداية دايركت،
على طول شوية شوية من من الباليت، يعني ان نبني اللون. طبعا رايي في الباليت هذا يجنن يجنن يجنن. طب في شوية تناثر، بس ان الباليت يجنن، الوانه خطيرة. صاير نفس مودرن، ان تقدرين حتى المبتدئات يقدرون يستخدمونه، خاصة ان باليت سب كلتشر، صار مو اي احد يقدر يستخدم الباليت هذاك، لان لازم احترافية، لان توزيع الالوان فيه جدا صعب. زي ما انتم شايفين قاعدة اخذ الالوان وادمجها شوي شوي، وازيد كل شوي، ازيد اللون كل شوي، ازيد اللون عشان اخذ اللون اللي انا ابيه. لا زي ما انتم تلاحظون، انا قاعدة بس احدد كسرة العين الخارجية وقاعدة وصلة فوق لحاجبي. الحين راح اخذ بفرشة، وسوري لانه كان ما انتبهت ان العدسة مركزة على الباليت مش مركزة على عيني. راح اخذ بفرشة مسطحة وراح ارسم قصة العين من وانا عيني تقريبا شبه مفتوحة، عشان اعرف وين راح انهي الميك اب، وفي نفس الوقت عشان يكون نظيف اكثر، خاصة ان اللون الاسود يعني يحتاج شوية شغل اكثر. ارجع اخذ فرش، طبعا الفرش تتنوع من فرشة صغيرة لفرشة كبيرة لفرشة صغيرة، ونفس الالوان اللي قاعدة استخدمها قاعدة اعيد وازيد عليها شوية شوية، عشان زي ما انتم شايفين ان ازيد حدة اللون. الحين راح اخذ هذا القلم بسام فتوح، طبعا هذا القلم يجنن، اللي يحبون السموكي هذا القلم جدا يساعد في السموكي. راح ارسم عيني فيه زي ما انتم شايفين، بس برضو هنا صارت مشكلة بالعدسة انها مركزة على البلت مش مركزة على عيني. بس انا راح اقول لكم ايش اسوي، راح ارسم عيني بالقلم زي ما انتم شايفين، راح احدد قصة عيني. في العين الثانية راح يكون اوضح من العين هذه. راح اخذ هذه الفرشة من بسام فتوح، هو مسوي هذه الفرشة مخصوص حق السموكي لانه هو معروف بالسموكي. هذه الفرشة تجنن تجنن حق السموكي، شوفوا بالعين هذه. الحين لما قاعدة احط القلم، الحين بعد ما ارسم القلم شوفوا لما ابتدي اوزع بالفرشة كيف اللون يندمج بسرعة معاكم. هي الفرشة هذه مخصصة حق السموكي، يعني هذه ما ندمت ابدا لما شريتها. طبعا انا راح اسولف وياكم عشان اعطيكم جو حلو وانا اسولف وياكم، وتشوفوا الدرس على راحتكم، واذا ما لكم خلق سووا ميوت. امزح امزح. المهم زي ما انتم شايفين قاعدة اوزع اللون بالفرشة الجميلة. راح اخذ لون اسود فرشة كذا مسطحة، شعرها مش 100% بلاستيك ولا 100% شعر، يعني تقريبا يعني ما ادري شلون اوصف لكم اياها، هي من مورفي. راح اخذ اللون الاسود وراح اسوي تابينج شوية شوية على الجفن. طبعا ما راح اصعده فوق ابدا، ما راح اوزعه فوق للكسرة، لا راح اخليه لاني لما ادمج راح يطير اللون، يعني راح يرتفع اللون. طبعا اللون الاسود اللي في الباليت خيالي، اسود فاحم زي ما انتم شايفين، ما قاعدة ارفعه فوق ابدا. راح اخذ لون بني مع فرشة دمج صغيرة وراح ابتدي ادمج الـ الاطراف. Thank you.
راح اخذ جلتر من ثور، طبعا راح ارش على الفرشة فيكس بلاس او اي مثبت، وراح اثبته بهذه الطريقة. طبعا تشوفون شلون الجلتر هذا عطى تغيير كامل لللوك، يعني عطى تغيير قوي جدا صج. مرات الجلتر يعطي يغير اللوك 360 درجة، يصير من لوك الى لوك اخر. فهذا النوع من الجلتر تكون ناعم، فنحتاج ان احنا نستخدم فيكس بلاس على الفرشة عشان نثبته، او اذا تبون تقدرون تحطون الصمغ اللي يصير ينحط، بس اني انا ما ادري وينه فما حطيته. الحين نظفت تحت عيني، راح استخدم نفس الكونسيلر اللي استخدمته، لان انا غلطت اني ما حطيت كمية لوس باودر تحت عيني عشان يكون انظف. بس بعد بنفس الحركة هذه نقدر ننظف ونحدد خطة العين اللي احنا نبيها، يعني كل الطرق ممتازة زي ما انتم شايفين. طبعا قاعده انظف تحت عيني، بعدين راح اثبت تحت عيني، بس ما راح اثبت بلوس باودر. راح اخذ هذا الكومباكت باودر من ديور اسمها فوريفر 30، راح اثبت فيها تحت عيني. طبعا هي لونها شويه افتح مني، فراح اخذ كومباكت باودر بعد من بسام فتوح نفس لوني، راح احطه فوقها بس بكميه جدا بسيطه، مش بكميه كبيره، يعني بخلي نور ديور موجودة. الحين راح أوزع نفس الألوان اللي وزعتها على جفني من فوق، نفس الشيء راح أوزعها تحت عيني. راح أخذ هذه الفرشة من بسام فتوح، بعد هذه الفرشة أتهبل حق تحت العين اتجنن. راح أبتدي أوزع الألوان شوي شوي، وبعدين راح أدمج بالفرشة هذيك. طبعا هنا صار عندي أكشن، بتشوفون في الفيديو. راح شوي شوي أزيد الألوان، وراح استخدم الفرشة اللي استخدمتها على عيني من فوق، راح ادمج الاسود بدقة واحدة والبني بدقتين على الفرشة عشان يصير البني اكثر من الاسود. طبعا ما ننسى نطق الفرشة عشان نشيل لون الزايد، وراح اربط الاي شادو اللي تحت في الاي شادو اللي فوق. راح اخذ بلندر صغيرة، فرشة بلندنج صغيرة، وراح اخذ اللون اللي على برتقالي من باليت، وراح اوزع عشان يعطي السموكي افكت. راح اكحل عيني بنفس القلم الاسود، طبعا ننتبه ان احنا نكحل من فوق ومن تحت كامل العين عشان نعبي كامل، ما يصير ان في خط الرموش واضح. راح اخذ هذه الماسكارا من واو دبل ترابل، تجنن مرة مرة عجيبة. راح اوزع فيها على رموشي زي ما انتم شايفين. راح اتاكد اني اوزع على رموشي اللي فوق وعلى اللي تحت. راح اخذ هذا الكونتور باليت من زويفا، راح اخلط اللونين، راح اوزع الكونتور على وجهي فرشة صغيرة على الجبهة، بعد ان نثبت الكونتور اللي كنا مسوينه. راح اخذ هذا البرونزر من بسام فتوح، هذا لونه جنن يجنن، يعني ينحط حتى لحاله يهبل، بس ابدا ما نحطه على الخشم. نوزع على كامل الوجه، بعدين ركبت الرموش صراحة تحت التصوير، يعني سكت التصوير وركبت الرموش. راح اخذ هايلايت من اوفرا اسمه غلام جولز، يجنن يجنن يجنن. راح ارش على الفرشه من انستازيا، طبعا هذه انا احبها، افضل فرشه بالنسبه لي حق الهايلايت فيكس بلس. وراح اوزع الهايلايت، لازم استعرض لكم شوي. راح اخذ قلم الحواجب هذا من بسام فتوح، طبعا هو ما عنده لون واحد، بس هذا اللون يناسب الاغلب. كان شعرها فاتح غامق يناسب اغلب الناس يعني، وراس الفرشة القلم جدا نحيفة ان تقدرون ترسمون فيها شعرة، واللون يعني هذا من افضل الاقلام اللي انا جربتها حق الحواجب. بعدين راح اخذ مسكرة الحواجب من انستازيا اسمها اسبريسو، طبعا انا اعشق هذه، افتح فيها لون حواجبي. راح اخذ البلاشر هذا من كيكو،
طبعا كل المنتجات انا حطيتهم لكم تحت، اي منتج تبونه باسمائهم بالانستغرامات حقتهم، طبعا هم يكون عندهم اللينك على الشوب حقهم موجود تحت. الحين اخذت لي قلم من هدى بيوتي اسمه تروبي وايف، انا مره احب هذا اللون حق تحديد الشفايف، تحت اي لون حمره موجوده في الدنيا انا احب استخدمه، وفي لون ثاني بعد انا مره احبه بس ناسي اسمه. الحين راح اخذ هذا الحمره من بسام فتوح، برضو انا حاطه اسمها تحت والانستغرام تبع بسام فتوح. راح اوزعها، بس حسيت انه بعدين احتاج اوزعها بفرشه اكثر عشان ارسمها صح، خاصه الحمر الحمراء زي كذا، الحمر الغامقه تحتاج رسم يكون اوضح. الحين اخذت هذا الحمره اسمها ريد كاربت بعد من بسام فتوح، هذه لونها احمر صريح، فحطيتها على العنابية الأولى زي ما انتو شايفين، وبكذا احنا خلصنا اللوك. ان شاء الله عجبكم اللوك، لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك حق قناتي، وسوري اذا طولت عليكم، ويعطيكم العافية، وان شاء الله يعجبكم الفيديو.